الرجال غيره وجمال
حدش عذاب بعد الصلاة يا أب. شفنا غريب الوطن مرمي بالتراب كل صواب دم وارتهاب يا أب. شلنا على الأكتاف نطلب للثواب في انتحاب يم المصاب. إلى قبره وتحت هالغرغاء يم الحجاب هذا الجواب. قالوا يا بنت المرتضى يبقى العداء حج يشعد زاد الصرايا. جبنا غريب الوطن مرمي بالدراما كل صواب دم والتهاب. شلنا على الأكتاف نطلب لك ثواب بانتحاب يم المصاب. جبنا إلى غبرة وتحت هالغبرة يم الحجاب هذا الجواب. لعل انا في سفرة حبال وحديد جرحي شديد وعنا بعيد. بسألكم تروى القلب منها الوحيد دام الوريد اسأل وعيد. ورشيت وما على القبر هذا العقيد وخليته فوق الصعيد. ورشيت وما على القبر هذا العقيد وخليته فوق الصعيد. قالت نصب لون العزاء لاجل الشهيد قولوا وريت تبصلك. لعل انا في زفرة حبال وحديد جرحي شديد وعنا بعيد. بسألكم تروى القلب منها الوحيد دام الغريب اسأل وعيد. ورشيت ما على قبر هذا العظيم وخليت عيد على الصعيد. يا نازلين أرض الطهور حطينا لفاتحة بالدمع السيول نعذب
من دمع سافح حصان نرجو القبول منكم ننور صاحت يا بنت راحوا يا بنت المصطفى شنو نقول امره هول شرح يطول ظهر انفصم من كثر ترصيص الخيول فوق تقول صعد الردود حطينا لفاتحة في الدمع السيول معز الرسول وام البتول ورشينا قبر من دمع سابعها طول نرجو الخبر منكم لنور يا نادي لكن بنشوفكم تدلون بعجل قبر البطل في اي محل لكن بنشوفكم تدلون بعجل قبر البطل في اي محل اشتاق لقبور الاحبه والاهل واللي انقتل مشتاق لقبور الاحبه والاهل واللي انقتل بدمه مطر نادت جزاكم ربي عن هذا العمل ان يجعل لكم بدل قمتم بالواجب معنا المحضر منكم دليل هذا الأمل لكن بنشوفكم تدلون بعجل قبر المطل في أي محل لكن بنشوفكم تدلون بعجل قبر المطل قبور الأحبة والأهل واللي انقتل بدمه مطل مشتاق قبور الأحبة والأهل واللي انقتل بدمه مطل يا نادي لكن بلا راس دفن جثة ونحار دون البشر
بشفار طاحت على شطر الارض تشم الانهار حتى انفجار بقلب الجدار نادت يا ويلي من محرم وصفار الاثنين امام من كل شهر نادت يا ويلي من محرم وصفار الاثنين امام من كل شهر قبر الحسين انحفر فيه انقضى سمع الخبر لكن بلا راس لبن جثة ونحار دون البشر راسه بشفايا طاحت على قبر الارض تشم الاثار حتى انفطار قلب الكدايا طاحت على شطر الارض تشم الاثار حتى انسجار قلب الكدايا نادت يا ويلي من محرم وصفار مثل الامار من كل شهر نادت يا ويلي محرم وصفار لاثنين امار من كل شهر يا ارض الصفور محجوب الجمال فوق الرمال دم نحرة عيال شمر الخالة تقطع على خضرة نعال حجرة تشال فوق الضوال مثل البشر تفن كرامة يعني الآن حق الرجال غير الجمال قالوا يا بنت المرتضى يكفي العتاب حجيش عذاب زاد الصواب شفنا باريخ الوطن مرمي بالتراب كل نصاب سوي الزهاب شلنا على الاكتاف نطلب للثواب في انتحاب يم المصاب جبنا الى جبر وتحت الغبر غاب يم الحجاب هذا الجواب يا نادي ارض الصفور Yeah.
تبحك وتهي يا والأرض عشقك بلوني يا والأرض عشقك بلوني وتبحك وتهي صحت بأخواتي يا من أرجعي تقبلوني يا من أرجعي تقبلوني صحت بأخواتي صحت بأخواتي يا لو ما عندي خبايا ويهم يوت عزي وتحامينا الصوايا شيف اليوم كلهم نما وتحرك الدربايا يا صاحت هبتي صاحت هبتي يا بضعون يا رجعايا وين الجور خدري خلهم بهاليوم يقعون كيف يصير عني دعات الشدة ينامون هذا اليوم أبغي يا بضعون يا رجعون قوموا يا صالح سين ردوا حرمكم الوطن يا شمال
غمض عيونك صحب الشيب النهيه وعلى الراعيه فارق الدنيا واستقبل الاحزان وانواع الاذيه بعد بشويه يا شوفيها ما بطيلش الا الوطي دودي بيا حامل حميه غوت الغريه غمض عيونك صاحب الشيب اللهيه وعد الرعيه فارق الدنيا مستقبل الاحزان وانواع الاذيه بعد بشويه يا شوفيها ما ضليلش الا الوصي دودي بيه حامل حميه قود البريه يا ما يقبلوه ويهجموه عليكم الدار
لكن يا زهرة صيحي ما ترضى يا كرايا يحمل البلايا في وين الاضرار يا محمد يا
الحطب والنار حطبة الأشرار لازم يا فاطر ينفيت الصدر شلمت ما نجعلها أرايا من خلف الأشرار ولازم يا فاطر ينفيت الصدر شلمت ما نجعلها أرايا لكن يا زهر في حماد الهض يا كرار تحمل البسايا في من الهضايا لكن يا زهر في حماد الهض يا كرار تحمل البسايا في من الهضايا خانت الأمة بعدي.
ولك بيت يا ما ترحم صغير ولك بيت مشهد القرار داليها أزل مشهد القرار داليها أزل بيت واحد خاين وطاغي وحقير بيت واحد خاين وطاغي وحقير يا رسول الله I'm